كنت بتمنى الموت كتير لحد ما مات أعز أصحابي فجأة. رحلته من الحياة للموت كانت 4 أيام ما أمشي منهم من على السرير. ما كنتش متخيل أبدا إن صاحبي اللي كنت بمشي معاه وبضحك أنا ماشي معاه دلوقتي وشايله فوق ماشية بيضة ورايح أدفنه. لما فقت من الانهيار العصبي سألت نفسي، طب لو أنا مت دلوقتي إيه اللي أنا عملته في حياتي علشان أتكافئ عليه في النهاية؟ اكتشفت إنه ولا حاجة. اكتشفت إني كنت مستعجل الموت وأنا ما عنديش أي استعداد ليه. ساعتها دعيت ربنا يطول في عمري علشان أعمل حاجة، يديني فرصة تانية بس أصلح بيها اللي فات. تسألني ها وعملت حاجة؟ هقولك لأ، بس بطلت أتمنى الموت.